وصل صوتك. راس 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 في توقيت استثنائي اليوم 10:26. خليناكم تتابعوا أهم ما جاء في الندوة الصحفية للسيد وزير الداخلية كما قلت لكم 11:30 الليل في نشراتنا. مراد ريدي يقدم لكم أهم ما جاء في الندوة الصحفية هذه. هل يكون نهار الجمعة هو أول أيام العيد؟ هل يكون؟ هل يكون الهلال باش يتشاف ولا؟ هذا هو السؤال اللي الناس الكل تطرح فيه. المعهد الوطني لرصد الجو يقول اللي نهار الخميس 16 جويليا فما إمكانية الرؤية. على كل نهار الجمعة ولا السبت الكلمة باش تكون ما عند حتى حد كان عند سماحة حتى المفتي. وقبله أو بنهارين أوصل عياري خارج في جريدة الشروق يقول يمكن ولا رؤية الهلال كل عام كل عام. باركونتخ وسيم واللي متأكدين اللي اليوم آخر حصة متاع راس راس. والله يعطيك صحة على المساحة اللي تحتنا أخت مريم هذه بالحق لون دي مايور اكسبيريونس بالنسبة لي أنا. يزي وسي ما غيت قول الناس كل ذي بيانتو اي فلا فلا تو حقولك يتكلموا الأصوات دي عم تحرقتين جستمو زا ما عرفوهم ولا بيانسور معانا الليلة زوز فنانين لوليني ممثل ومخرج ومنتج وانا نقول متعدد الاختصاصات في الفن دوروا في مسلسل ليلة الشك خلى الجمهور الكل والمتابعين يقولوا له علاش ما تمثلش أكثر وعلاش ما نراوكش ديما نجيب بالقاري. السلامة. أهلا وسهلا. صح شريبتك صح شريبتكم كل يعيش لباس طبع شوي شوي فورما. والثاني معروف بالجرأة متاعه ومعروف بشخصيته هو فاجأنا مع في الزورجانس وفاجأنا في دوره كتبيب في السيريو متاعه معروف وقت اللي غني ومعروف في الإسلام. أهلا وسهلا حاتم قربي. أهلا وسهلا. شحال حوال. أهلا وسيم. أهلا صباح. مرحبا بك على الأثير. مرحبا. موجات الأثير. موجات جملة. أنتو كان من هوني النص الليل باش نقولوا لكم أنا ونجيب ناس كل تستنى. عائلية اليوم عند القاضي. لفامي 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 بالقاضي بالقاضي علاش؟ ما ولينا عرسونا زاد. تمنوني النص الليل نقولوا لهم نجيب. باهي اوكي نخليو سوسباس. يلا نبداو احنا نمشيو أول موزيكتنا ومن بعد نمشيو مع ضيوفنا. His name is Sipsy. He is a phenomenon that was born. Normalement, رئيس الجمهورية حق وسم حاتم على الأغنية هذه. لا بعرف. حلو إيش؟ أنا تعجبني. شنو زي البيجيت؟ تعجبني ياسر وحاتم القارو يعجبني. ويعجبني نبيل زاد. حلو غريبة. هذه الأغنية هذه ذولي ربحتك في الانتخابات ها؟ أنا ربحت واحدة. حبش المزاير. وحاتم يعرف. صحيح. حاتم فريمون هذه بكلمة بلوغة البوز الأغنية هذه عملت بوز قوي 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 قبل الانتخابات. أي صحيح. صحيح دونك أما هي. الإيدي كيفاش جاتك الفكرة؟ الفكرة جاتني ديجا في سبتمبر أكتوبر 2013 دونك وقتها كتبتها. خاطر لو بيرسوناج سيمباتيك تحب ولا تكره دونك لو بيرسوناج سيمباتيك لا بروف ميغال ويخدم فيه معناها ياكل منه في الخبزه في كلكو زاني رسمت بيه دونك او موان واحد يسترزق منه شويه دونك لو بيرسوناج تري سيمباتيك وقبل ما يولي كانديدا للرئاسه ايتترا ايتترا دونك كتبتها وسجلتها ديجا في اكتوبر 2013 دونك ما فما حتى سياسي اخر سامباتيك بخلافه هو بما انك ما عملتش عليه غنيه كلهم انتيباتيك والله عندي غنيه اخرى في السبيكتاكل نتاعي اللي اسمه باسبور ان اوتر اون بوليتيك مي سي با ان نون بوليتيك تونيزيان سي فلاديمير بوتين ماي نيم از بوتين دونك عندي دو شانسون سور دو زون بوليتيك ماي نيم از سيبسي وماي نيم از بوتين مقرب من بعضهم بوتين ريت داير بشي محسن مرزوق لروسيا باش يسكت بوتين دونك فوالا شو نقول يا ربي دونك فوالا سيتي اون اكتوبر 2013 ملي سجلتها بقى دونك قلت يلزمني نعمل فيديو يلزمني نعمل كليب يلزمني نعمل كليب بعد كل مره نوخر كي قربت الانتخابات قلت لا سي ماتنون جامي كان ما نعملهاش تو سي فوتو دونك صورتها وتحط على يوتيوب 9 ايام قبل الانتخابات التشريعيه فوالا اش قالك في الكليب نجيب سامباتيك انا شفت برشا كي شفته المره وكل شيء قلت ان شاء الله ما يتبلدوش عليه وكاو لا صافا خفنا عليك لا 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 ولدهم حاتم لا 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 فما ريسك بري فما ريسك ماندا لا لا خديت لا لا مش مصلي على النبي اسمع اليوم لا فما ريسك اون بوس بيرميتر بيان سور نجم نقولوا الحقيقه اليوم بيان سور اخي فما حد شيء مش كماندا بيان سور مش كماندا عجبك شي كان فما كماندا راني توا
راهو توا يخدموا فيا في الحفلات نتاعهم وفي القبه وفي دونك سي انت قريب للنداء شنو نعرفوا قريب ياسر برسم على الاخ خاطر لقب القروي لا لا حتى من الاستاتيو نتاعك فيسبوك نتبع انا ديما لا مانيش قريب للنداء لا مانيش قريب للنداء لا لا والحمد لله مانيش قريب للنداء ثبت لي ترى جيب لي ستاتيو جيب هذا بحضر لك بورتريك جيب لي خويا جيب لي جيب لي خلينا نسمع ساعة الترهويجة نتاع داليدا ما قوم بعد نمشي وتوسويت لي بوتري شينوا نتاع ضيوفنا راس الليلة ضيوفنا نجيب القاضي وحاتم قروي ووسيم شبيك لا على الترهويجة صراحة ما استديو اعرف نفسك نجيب نبدأ معاك مباشرة بعض الأسئلة جاوبنا بكل سرعة بعد عن دكتورنا الشاب ريميتي هو اللي بعد شعمل تحليل أهم شيء حتى طبع في الطاولة هذه تحليل نشوف تحليل نظيف ولا تحليل أخوي نجيب لو كنت كلمة كلمة موزيكا لو كنت غنية Les quatre saisons de Vivaldi, c'est une symphonie, moi je suis René. Le conte film. Le chat. C'est pas de... Oskutenti. Le conte film. Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Ça y va, les comptes, hein. Le conte ktaib. Le procès de Kafka. Le conte hayawen, un animal. Un guépard. Lo kunt loun. Noir. Lo kunt nabta, une plante. Un bambou. Ahsan haja fik. Sayeb ali. La compassion peut-être, idol li mnach. Hada kanhab barch hayawan d'ailleurs. Mhm. Akhib haja fi tbi3atk. عندي برشا حاجات خايبين مي بون مانيش نقول لكم حاجات كبار ياسر الانزواء ساعات داير توا في بيريود هكا شويه منزوي على روحي شويه ذكر شخصيه تاريخيه اللي انت تعتبرها من اهم الشخصيات برشا شخصيه تاريخيه شخصيه يمكن تراها يلزمها تكون على ورقه نقديه هكا نمشيو بعيد هكا شخصية صعيبة شوية أورسون ويلز أكثر حاجة تحبها عند المرأة الذكي وأكثر حاجة تحبها عند الراجل انه ما كي ما يقتلش الطفل الصغير اللي فيه الخدمه اللي عمرك ما كنت نجم تخدمها بنكيش مع كل احترامي يا سامحوني يا جماعه لا بس الغلطه اللي عمرك ما تنجم تصلحها الغلطه اللي عمري ما نجم نسمحها مانيش فهمتني بالكل انا مي الغدر ما عبد يغدرني من جد مال حلمك الأكبر حلمي الأكبر ليه ما نحبش قولها عندك حلم عندي كلابات كل بيان سور فما برشا احلام وكل شيء فهمت مي ما نحبش نعطيك حاجه جينيراليست برشا مي حلمي الاكبر نعمل فيلم يقعد في مخاخ العباد بلا يمكن هذا هو يقعد مي جلوبال اكثر فهمت تا دوفيز في الحياه شنو هي ما نحب نضر حد ساعة قبل كل شيء هذايا جوكو سي ما غون دوفيز معناتها من دايما نضر حد ما نحب حتى حد يضر بيا ولا. أعرف نفسك دكتور ريميتي قبل الدكتور بالله لحظة خلنا نجاوبك أنا بصوتي أسألني عاود لكيستيون أسألوني اللي أنت وجاوبك أنا لازم جوجل حاجات بالحق خاطر ما باش نعطيك نجيب كيف أجاوبك أسألني أنت لو كنت كلمة
la fréquentation. Mais c'est quoi كلمات فما كان نوار فهمتها وجيبار وفما الانزواء اي انت برامش عملوا رديك شويه لا الكلمات مفهومين بس عاب ياسر خذينا الكلمات لاكومباسيون لاكومباسيون هذيك مختلفه صحيحه والاخرى دو كافكاس اسمه لو بروسي دو كادر هذيك صحيح خويا علينا هذيك كتاب هذاك باهي نعطيك توا اي دكتور نعرف لا ميتامورفوز تاع كافكاس لا حالته مش مختلفه يا سيدي ضيفنا اليوم اخويا نجيب بالقاضي بالسيف ما لقيناه واللي لا فاضي عرفتو صغير في الخطه على الباب ابيض وطويل وياسر الشباب عاشق في الطومة ومشاهد عليه الحومة ناجيب يمتع شمس عليك خمسة والخميس عليك هي ماتك في القنال لا ينساها للخاطر ولا بالبال حتى عيلة سد الربالي ما عندك ما تقول فيها غالي في المك حلوشة يشيخ كل حربوشة شدوا عليه الصف في السينما تقول واحد الكوشة عجبتني الخدمة ديالك مزيانة في ولد طليانة حتى بستار دوم وشودوني تقول متاع مخرج واحد جابوني رجعت لنا بليلة الشك تقول ليل عفوا أخويا رجعت لنا بلي تشك تقول لي كتبوه مسلسل كامل تفركسوا معانا بيرموا شكون بوها خويا نعرفك من الياشوسي تلميذ ناجيب مرحبا بك بحدانا يا ناجيب اول مره نقعد بحداك هكا قريب ها مريم زمري وقولي بيب بيب عمريت لك كاليز سيكولوج كويس دكتور دكتور ريميتي دكتور ريميتي كي كان حاجه عفوا زوين ريميدي زوين بزاف الريميتي ذاك الريميتي يلا ضيفنا الثاني ذاك الشيء اعرف نفسك واش غا حاضر الحكايه صحيح اسمعهم خاطر لك لا ولا لا حاتم قروي لو كنت غنيه غنيه with or without you لو كنت فيلم شكسبير ان لوف لو كنت كتاب لا ميتامورفوز دو كافكا pour joindre نجيب لو كنت حيوان حيوان قرد لو كنت لون الاخضر جيتي سور خضر كنت شفتها في الكاميرا وي كويرونس واحد لا كويرونس صح المريض خضراء خضراء كل شيء الخضر هو تكلم بزيل تو تفهم من بعد حتى سون شوا ميوزيكال حتى لو كنت نوار بلانت هكا واحد الكاكتوس احسن حاجه فيك حاتم قلبي لا واحد لا كيوريوزيتي واخيب حاجه فيك شوي با بريكولر اكثر حاجه نادم عليها خدمته القديمة قطعون لا لا دعم شكون تخدم قبل أنت تونسي أنا ليزاي سوني بلو أنون كوميرسيال سوني بلو أنون كوميرسيال أكثر حاجة ندم عليها وي بالوقت تو بالوقت فهمت كان تعلمت آلة موسيقية ساوريتي بوكو ميو شكون أكثر فنان يعجبك في الغناء الغناء غناء ولا موزيكا؟ موزيكا قولوا موزيكا بدير ستينغ حلمك الأكبر اتر كوم ستينغ يفير ان كونسير دانز ان ستاد دو فوتبول شخصية اللي تراها على ورقة نقدية شاب صالح لا معناها مش موجودة هي توا على راحتك كاني موجودة هو حنا بعل موجود مي جو بيرسيست سيني حنا بعل مرة أخرى أكبر عملة عملتها في حياتك عملة خايبة معناها مثلا أكبر عملة ديرنيرمون هزيت فورماتيت الأورديناتور متاعي وفيه لي دوكيمون تاع مرتي وعملت لي شوها في الدار فوالا ركاو بون عملت حاجه تقرين بهذه لابلور هذه لابلور ريسورت مصيبه تكون يا اخي معامل عملت في حياتي لا عملت انا انستا لا ماني نادم على حاجه يسال البروبليم دونك تحكيو واش لا تحكيو تحكيو ما نمشي شنو العمل اللي عملته نادم عليها لا مانيش نادم يسال البروبليم بي حتين اما عمله كبيره عملتها قطعت مشيت لكوبا مشيت لكوبا بغيت نطلع لامريكا خايبه يا لا مشيت لكوبا جيت لا العملة اللي لا عم في مانيتا هزيت معاك الكوبا تدار لا جيت باش نقطع البيي واش عملت في كوبا واش عملت عملت برشا حاجات هذاك برشا حاجات عملت داير كي روحت كنت مرعوب مرعوب من العمل اللي عملته مشيتك في المطار يقبض عليك في المطار لا وقت بن وقت بن علي هذه لا 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 عمايل ماي نيم سيبسي اوكي
من وقتها جات فكرة الأغنية؟ ليه عاد وقتها تشي جيفارا عاد وقتها ستي لمدة تشي جيفارا ولا تا دوفيز دوفيز هذه قال لي واحد كوبان فيو كوبان قال لي لا فيدا اس كومونا موهر سون ريا لوداسيوزو معناها لا في اي كوم اون فام اي كوم اون فام السوري اوزوداسيو اعرف نفسك هذه ما دوفيز دكتور ريميتي ريميتي حالته مختره اخويا مش راديو سكوند اخويا والتليفون تبلانطا تخلي التليفون اهلا بالقروي والسلام اهلا بالقروي والسلام مرحبا بك اخويا وانت معروف بالسلام عندنا في الجزائر ما ثماش هذا اخويا اش راشد عندك اخويا يا حتمي نتاع السلام يلي توزن الكلام بلا كذب ولا فلم ومع الناس الكل كاميراد ومغروم بالكرون كور مالاد في جرة الغناء بطلت الخدمه ساعات كي نسمعك تمكنني الصدمه غنيت في الانتخابات للباجي والنداء في ستاتويات تبارطاجي صابر في كاريرك وربي عاطيك مع بن ديرمان عملت غنايا ليك فنان عاقل ورزين واللي ما يعرفك يسال بوقرنين الليله نحبك تنحي الحشومه وتحكي لنا على حاتم وحتومه الليله نعرفوك اكثر من قبل راس راس مش المشكله انما هي خويا الحل اوكي ميرسي بوكو اعرف نفسك دكتورنا في فورما الليلة أنا جبت عليه حكي الدكتور مقبيل يا أخي طلع لينا دكتور دكتور جي من الجزائر يا دكتور حالته حليلة اليوم بربي سؤال ليك وسيم قبل ما نمشي لنجيب وحاتم كم تو لي ديمانش نعرفك أنت عادة تمشي على حافل بحر وتمشي تستاد شو عملت لا والله اليوم ما مشيت شفيت البارح البارح شديت 38 كعبة ورقة أوه. أما كيتلمهم الكل ما يجيوش في كبر كعبة ورقة باهي والله دود أكبر منهم ميسير شيء غرام وكهو ولا هذي شنو يعمل وسيم بيشدوا عليه حاجة مراجية بي قبل ما نمشي ودي نستاد الحوت مش نتكيف إيه 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 معناتها تبدأ طول النهار وانت نستاد ونستاد ونستاد هاك طلعت تلم في الدود معناتها دودا 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 حبيت نسالكم قبل ما نمشيو لي بلاي ليست نتاعكم خاطر الوقت ما يكفيناش نسمعوا فو شوا ميوزيكو جوست على الضجه اللي صايره على المسلسلات توا واللي قاعدين نشوفوا فيهم وخاصه فيما يخص المسلسل الاخراني هذا حكايته ناخذ رايكم انتوما كفنانين اي سورتو زوز معناتها نشوفوكم في رمضان في مسلسلات نجيب ton avis sur la question شوفوا اليوم ناس ناس كنت تحب نحكيوا على الرياكسيون تاع العباد وكل شيء بالنسبه للرياكسيون تاع العباد وصلوا فما حتى جمعيات معناتها طالبت بانه ايقاف المسلسل هذا شكون جمعيه بربي كان هي فامي ليدرشيب اي طالبت بايقاف بث المسلسل هذا يوريك انه معناتها لا سانسور معناتها السنسره موجوده فينا معناتها يوريك اللي الانظمه اللي تعدت علينا قبل رسخت فينا حاجه قويه ياسر اسمها لا سانسور اللي ولات هي احنا توتفاسون من ربي وصغارنا ربيهم بالسانسور اركحب بالضرب وبالسانسور وبالسانسره واسكتوا اهفتوا واحد وكل شيء فهمت اذا كان نحبوا نتوقوا نار باش نكونوا ان نوصلوا شويه من اللي المجتمعات اللي نحن نحبوا نحرقوا لهم واللي نحن اللي نحن نسبوهم ونحبوا نحرقوا لهم ونحبوا نعيشوا عندهم وفهمت شنو نقصد معناتها ما نحن عندنا ديما مشكله سكيزوفرينيا قويه ياسر معناتها ما نفهموش احنا شنو نحبوا نقعدوا لتالي ونقدموا لقدام هذه منطقه السانسور انا ما نفهموش وما يدخليش المخي انا حتى في فيسبوك ثم عباد يمكن ثم دي نحيتهم الليست نتاعي على خاطر ما نجمش نفهم منطق السانسور ابري تحب نحكيو في نحب لي دو اسبي نحكيو على شنو هي فنيا نحكي معاك تحب اللي هو نحكي معاك وكل شيء ولكن انا نظن انه كل معناتها كل ادولت معناتها كل عبد فات 18 سنه عنده الحق باش يتفرج في اللي يحب وعنده تيليكوموند وينجم يبدل وينجم يتفرج في شين تبارك الله عندنا 15 شين في تونس توا وفما قناة العائلة وفما قناة مش بتاع عائلة واحد وكل شيء كل واحد يتفرج في اللي يحب للحقيقة معناتها فهمت أما ما تنجمش تكون هذه تعلى باش أنا نرجعوا باش نرجعوا لي ريفليكس القدم نتاع نمشيو للسلطة العليا ونقولوا لها امشي أنت سانسر مسلسل ولا سانسر فيلم ولا سانسر إلي أور دو كيستيون ما عادش نجموا نرجعوا الغادي هذا أنا نحكي على البرانسيب راه مش نحكي على ما نجموش إلي أور دو كيستيون ما نجموش نرجعوا الغادي فهمت هذه حاجة الأولى الحاجة الثانية تحب رأيك كمتفرج شفت حلقتين وما استهوانيش المسلسل فهمت عندي احترازات أخرى على السيناريو عندي احترازات على مع كل احتراماتي للخدمة ما نحبش نحكي لك على خدمة خاطر نعرف اللي وراها خدمة واحد وكل شيء ولكن عندي احترازات أخرى معناتها ماهوش من نوع المسلسلات اللي نتفرج فيهم فهمت ما نكذبش عليك هكا هو معناتها ما استهوانيش وما كملتش معناتها ما عطانيش اون اونفي باش نكمل أما
نمن أنه أي عمل فني عنده الحق في الوجود. هذا هو سيتو سي كلير. حاتم أنا رأى أنه المسلسل دونك عملته بودو برود بريفي مخرج مخرجة بريفي تعدى في شين بريفي دونك ما فهمش مشكلة متاع مواطن يقول أنا دفعت الأداءات وما لقيتش حاجة أون كونتر باتي. القناة ولا القناتين الوحيدتين اللي نجم نطالبوا بهم نطلبوهم باش يعطيونا خدمه باهي هما القناة الوطنية الاولى والثانية اللي تابعة للمرفق العمومي معناها المرفق العمومي وحنا نخلصوا من فاتورة الضوء بارتي للتلفزة الوطنية. دونك هذوك مطالبين باش يعطيونا ان روندو ينجم كيما نقولوا احنا يحترم الذوق العام والعائلة ايتترا ايتترا. مي مادام هي شان بريفي وتعدي في برودكسيون بريفي تعدي اللي تحب باه اللي تحب معناها فما بلوس اون مارج دو ليبرتي بلو غروند واللي ما عجبوش يزابي. دونك هذايا دونك اللي متقلق كما قلنا ينجم يزابي ولا بار كونتر الوطنيه نجموا نطالبوها باش تحترم بعض كيما نقولوها دي بوان كومان دينوميناتور كومان لينا الكل بيسكو احنا قاعدين معنا المواطن هو اللي قاعد يدفع. سور لو بلان ارتستيك كيما قال نجيب فوالا سي با اكسترا اوردينير كوم فويتون مي بون ربي بوتيتر قاعدين يتعلموا بوتيتر قاعد تجرب هي ابري تو سي با تري غراف معناها. ان توكا وسيم حتى البارح ضيوفنا وقت اللي سالناهم على المسلسل هذا يقولوا استيتيكمون ارتستيكمون معناتها المسلسل ما شادش العباد ولكن انه تجي طلب بالسنسرة وطلب بايقاف المسلسل وهذا يمس يعملوا له في بوبليسيتي هما توا لا بروف قاعدين نحكيو عليه سامحني يظل لي اكثر مسلسل حكاو عليه رمضان سناه وحكايه تونسي توا معناها سي كوا سي سكيزوفرينيا معناها توا يتفرجوا في بلاصه اي في بلاصه نحكيو خلينا نحكيو على المسلسلات اللي ناجحين واللي عجبوكم الناس كل علاش نحكيو شادين معناها انا لاحظت معناها حتى في الاعلام الناس الكل يطرقوا للحكايه التونسي اوكي لا في متي ضجه متي ضجه زاد سي با انورم معناها ما نكبروهاش الحكايه يظل لي يفو ميو تورني لا باج يبارلي دوتر شوز حسب رايي معناها سامحني. En tous les cas, ce n'est une concurrence موجودة ما بين les chaînes de télé, ما بين المسلسلات. هذه هي الحاجة الحلوة. Et du coup, كما قال حاتم, نسينا la partie où on avait une vraie production. Ah, voilà, ونجمو نحكيو على le côté esthétique, artistique, le scénario, يعني الأداء نتاع الممثلين. وتلهينا مسلسل على خاطر خذا يعني زاوية معينة. البوليميك ديما موجود. المشكل البوليميك هي أصلها راهو اللي احنا سنسونا من لينا 50 سنة سلسونا بالوصاية على شنو نتفرجوا بالوصاية على ذوقنا وبالوصاية على أخلاقنا وبالوصاية على كل شيء. دونك التونسي ولينا نحن مذبي لازم ديما فما معناتها فما سلطة فوقنا عليا هي اللي تقول لك تاخو هكا بالعصا أنت لازم تتفرج في هذا وهذا أي هذا ليه هذا الريفليكس هذا قاعد لنا هذا موجود في حياتنا الكل نحن معناتها لا أي مولاي لازم نقولوا المشكل وين فهمت هذا معناتها احنا ما نحترموش حرية بعضنا نحن ما نعرفوش نسوقوا بالكهرباء مقبله انا جاي واحد يقص عليه شعبك دخل فيه علاش على خاطر سيتو حب يتعدى في دوزيام فوا باش يدور على يسار فهمت معناتها تحكيوا على حشاك في الزبل والواحد وكل شيء احنا لازم نظفروا احنا قبل ما نطلبوا من البلديه باش انا واحد انا متعدي في الشارع ونسرب تطيش في نحكي لك حكايه مره اخرى انا واصحابي سبانيور معايا في الكهرباء واحد محمد الخامس مرات تهز تخرج شكاره طيشتها في وسط النهج تاع محمد الخامس درت لها بتربي قلت لها مدام طيحت حاجه ما حبيتش نقول لها واحد وكل شيء شعلت فيا هي وراجلها ولادها يتفرجوا قلت لها العيب قلت لها مش في اللي عملته العيب في اللي ولاد صغار قاعدين يتفرجوا فيك مش يطلعوا اتعس منك معناتها اذا كان وهذا الكل راهو عقليه يا مريم فهمت واللي صاير توا والهيجه على الواحد اللي احنا سنسونا انه تكون علينا وصايه من فوق والوصايه هذه موجوده في بارتورا فهمت موجوده معناتها من السلطه من الواحد من الاخلاق واحد وكل شيء ما علمونيش ان كل واحد يخمم وحده يكون عنده اختيار وحده حريه الاختيار انا اخوي خليني عندي حريه الاختيار وانت تكون عندك حريه الاختيار واحنا في المجتمع نحترموا بعضنا اوكي وقت ندخل داري ندب راسي نعمل اللي نحب exactly. فهمت وشارع حول يا جماعه ونقبلك وتقبلني هذا هو كاوش بيناتنا بيناتنا فلسه فوالا يظهر لي هي كلمه بيناتنا فلسه يمكن بتفاديك ولكن هذيك هي سي لي ميم بيرسون هذوما سي لي ميم بيرسون اللي يلوموا على تجاوزات اخرى اللي يلوموا علاش العبد اللي عملوا لي في هذيك معناتها اون اوكور لا سكيزوفرينيا هو كان باش نتحلوا
فما عدنان ما يحبناش نتحلوا خاطر عند وقت لا كان باش تحلوا كان باش تحلوا فما دوتر شين زاد فما دوتر شين اللي يبيعوا في البهامه والتستيكا معناها على على طول العام بما فيهم القناة اللي كي ديفوزي المسلسل حكاية تونسية اخي تعدي في برامج كيما حكينا بكري قلنا عندي ما نقول لك مثلا سامحني مع كامل احتراماتي المعدل البرنامج وكل اما زاد فما حاجات فظيعه قاعده تتعدى في البرنامج هذا من الفرت اللي قاعدين يفرتوا فيه قدام الناس كل وحياه الخاصه نتاع اكس ويغريك وشي هنا فيه وهذا ومراه تحكي تقول رقدت مع ذاك وراجلي خاني مع ذاك واغتصبني وشنو الكلام هذا معناه كي باش نتحلوا زاد في هذا ها فما زاد شبيه هذاك ما صارتش عليه زاد معناه استنسنا فينا المهم بالميديوكريتي راس به توا راس بينيتكم نجيب وحاتم دونك ايوا نعطيوش بعضكم براس كل واحد عنده ثلاثة أسئلة للآخر في أي مجال تحبوه وأنا وسيم هنا ساكتين بينيتكم 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 انتي سؤالات أرد زوز شكون يبدأ نسلوا سؤال كعبة كعبة ولا لا خليه هو يسألهم بعد شو كعبة ولا بعضهم باهي لا عاد كعبة بكعبة خير خلي تبدا بدلونا الكونسيبت في اخر حسب هذا ميساج اليوم تو تي بيرمي كعبة كعبة ميساج مسوق انا باهي نجيب 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 هات نسمع فيك وقتاش تغرمت بالشيء هذا اللي هو شنو اللي هو سينما انا مغروم من اللي صغير نتفرج سينيفيل دونك نتفرج برشا فيلم ولكن كنت يمكن الهوايه نتاعي اكثر كانت الموسيقى كنت صغير وكنت كانت الكتابه زاد كنت نكتب كنت صغير معناتها كنت نكتب دي نوفيل وكل شيء وقت دخلت للسينما ملول اون طونك فيغورون وبعد وليت ممثل يا حبيبه مسيكه ما بروميير اكسبونس معناتها هي التجربه الاولى اللي كنت فيها عملت فيها معناتها ممثل نظن انه استهواني السينما علاش خاطر دخلت الموندو اللي فيه كتابه وقت رجع لي نجم تقول رجعت لك الهبله نتاع الكتابه وعرفت اللي انا يمكن الكتابه اللي نحب نعملها هي كتابه بالسينما بالصوره معناتها فهمت هي كتابه راهو تكتب كتابه تاع فيلم كيف كيف فهمت دونك يدوني من غادي بديت الحكايه فوالا دابا جاوبتك طيب ليك انت تاع السؤال الحاتم علاش خرجت من تونسيا انا علاش خرجت من تونس انا باش نتفرغ كومبليتمون بجد علاش خرجت من خدمتك معناتها كنت تخدم وكل شيء مرسم كان زاد يا اخي مرسم ناخذ في التيكي رستورون ناخذ في التيكي رستورون في الاسيونس جروب تريزيام موا كان عنده صحيتك نعرف يا خونا راك كل عندي علاش خرجت من خدمتك خرجت خاطر نحب نتفرغ كومبليتمون خاطر سيتي ما دوزيام تونتاتيف لا بروميير تونتاتيف كانت عام 2002 كنت نخدم في شركة أخرى مش لازم نسميهم الكل ومن بعد مشيت جيت تنتي اون اكسبيرونس مع توفيق جبالي في المسرح قعدت أربع شهور ومن بعد تعبت فينانسيرمون وبسيكولوجيكمون اتسيتيرا سي با ايفيدون دونك وقتها الضربة الأولى هذيك ما خطفتش اون 2002 دونك قلت المرة الجاية سرا لا بون كيما انتوما في لونجاج تاع السينما دونك لا دوزيام سرا لا بون اي دونك قعدت نخدم من 2003 ل 2009 في تونيزيانا عبيت فيهم هذاك عبيت فيهم اكزاكتومون عبيت فيهم عملت فلوس اي سيتي مون اوبجيكتيف لم برشا فلوس جو نركح الفلوس على جنب باش تنفيستي في روحك اكزاكتومون بور مي كونسكري للاسلام ايتترا فوالا سي سا بربي كان تسمعوا لنا سؤال ندخل رغم بيناتكم ودونك توا لي ست سنين عايش هكا كونساك تو كونساك معناتها وقتك الكل اما سي با ايفيدون سي با ايفيدون سي سيكليك معناها تجي دي بيريود صعاب دي بيريود خير اتسيتيرا سي با ايفيدون سؤالك نجيب نجيب كيفاش مسلك؟ كيما انا تو خاطر جو روبوندي خاطر سي فري تو مثلا في فينانسيرمون فينانسيرمون كيفاش مسلك انت عندك اون بوت دو برود انت وعماد مرزوق عندي وي بروباغندا برود بروباغندا برود كيفاش عايشين اسكو فو فو زون سورتي ساشون كو صرفتوا برشا فلوس على الفيلم الاخراني باستارد فوالا برشا قداش كلف الفيلم نجيب زوز مليار دويت و 300 دونك كيفاش دخلتوا باش تكملوا اخر شهر وتخلصوا فاتوراتكم
لا مانيش مانيش بالمانشا في الشارع اش دوا لا 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 اما 2 مليارات و300 خوف ثم 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 اوغزر لي اوغزر فيلم راهو كي باش تعملوا انديبوندون وكيما في تونس بون بيان سور خذينا خذينا الدعم من عند الوزاره خذينا ولكن هذاك اللي كي تلم الدعم الكل واللي حاجات اللي خذيتهم من برا ما يجيوش حتى 50% من من الفينونسمون باغ اكزومبل انا بستاد عمري ما خلصت لا في السيناريو ولا في الاخراج معناتها هذوك حطيتهم انا في البيدجي مثلا عمري ما خلصت مثلا فهمت والشركه حطت برشا فلوس وحطينا احنا حتى فلوس من عندنا وكل شيء خاطر يجي وقت تقول اسكو باش نقعد نلوش الفلوس ونمشي نعمل فيلم قلنا نعمل فيلم دونك تعمل فيلم باش تدخل على مشروع كبير كيفاش عايشين عايشين اونتر اوتر بالنسبه كبيره بالاشهارات نخدموا برشا اشهارات السبوت فهمت دونك افيك لي اجونس وكل شيء وهذوك معناتها اللي يخليونا باش نعيشوا ساعه ديجا باش نخلصوا كرينا وكل شيء نعيشوا كي العباد ويخليونا زاده نعملوا لي كور ميتراج مثلا ثم دي بروجي نعملوهم بلاش دعم مثلا ثم اشتا قصير عملهم بلاش دعم ثم انا كحلوشه عملته بلاش دعم لحد شيء بفلوس نعملها مثلا فهمت دعم صابون نظيف شنو صابون نظيف الفيلم صابون نظيف لانسال سي لا لا ذاك خذينا في دعم لانسال خذينا في دعم تاع ملك عمر ولكن ثم فيلم عملناهم مثلا بلاش دعم فهمت وكل شيء ما يجيك ان جون غاليزاتور مثلا ما خذولوش فيلمو ولا واحد وكل شيء بعد اي نعملوه الفيلم فهمت وكل شيء حتى تكون له اللي هو مثلا ان كارت دو فيزيت من بعد بالنسبه للوزاره هذيك باش يقدم باش ياخذ دعم تاعو وكل شيء ولا هاني اما مش الافلام هما اللي يعيشوا فينا راه بالكل هذول اللي هذه الاجابه اللي انت حبيت تسمعها مش من السينما تفضل حاتم انا سالته اكثر مومون دو سوليتود صار لك سور سين عرفتك الارتيست ساعات يطلع سور سين يحس روحه وحده والبوبليك صاروا لي اكثر مومون حكي لي نحبك تحكي لنا مومون سوليتود قوي برشا سوليتود سورتو اللي انت تعمل في ستيل اللي هي ان سارتان مومون انت برسك الاول اللي عملته في تونس ونظن انه يمكن البوبليك ما نعرفش بالك صلحني البوبليك من الاول يمكن ما تبعش يقول لك شي يعمل هذا كيس كي الغاكون واش يقدر واش دونك جو سوي سيرتان يصاروك دي مومون صاروا لي الور هو انا كي نعمل سلام ساعات نبدا اكومباني بار دي ميوزيسيان ساعات لا اما اكبر لي مومون دو سوليتود اكزاكتومون او سونس فيغوري او سونس بروبر وقت اللي تبدا بالحق انت وحدك سور سين ميم با معاك ميوزيسيان هذيك تحس السوليتود وقتاش وقت اللي مثلا تبدا في ايفينمون صاروا لي ثلاث اربع مرات الحكايه هذوما تبدا في ايفينمون ايفينمون مثلا سابيتر ان ايفينمون صارت لي مره في ايفينمون انتربريز وصارت لي مره في ان تروك ستريت مثلا دقه روحك في بطحه في مدينه من المدن في تونس طالع في سيرونسين العبيد بهما مش فاهمين اش قاعد تحكي وتحسهم مش معبرين ما تقولش عليهم ما همش داخلين لا ساعات تقول لك شيلوه ولا حاجه هكا فهمت دونك هذاك سي مومون دو سوليتود كبير ياسر وصعيب ياسر ماذا بك الارض تبلعك اما الحمد لله ربي عمري ما قصيت على الحكايه ديما للاخر تكمل للاخر نكمل السلام تاعي نكمله للاخر نعرق ساعات ما تعبر حد شفاي في شيحو مش نتلعثم لا نحس الريق شيح الريق شيح وشفاي في تشيح ما نكمل للاخر للاخر معناها جو سوي كاميكاز في الحكايات هذوما مي سي دي مومون دو سوليتود صعاب ياسر هو ديجا يمكن السلام في وسط الديفي معناتها هو ديجا ومن داخل من داخل فيه ديفي على الاخر من الاخر نو سي فغي معناتها بوغ الي جوسك لا الاسلام سي انا لقيت روحي فيه على خاطر سي ان جونر في الوسط ما بين التياتر وما بين المباشرتية هو اللي عجبني فيه سي كو ما حشتيش بميتور اون سين ودرو شنيا وسيناريو قلت انا نهار اللي باش نفنسي خاطر كي بديت سلام بديت وانا نخدم في شركه دونك ما عنديش الوقت باش نبرف اربعه وخمسه خاطر جربتها الحكايه قبل في المسرح تتبرف بالخمسه سته سوايع في النهار ما عنديش الوقت دونك في المباشرتية برفت على العباد ديريكت ديريكت تحكي مع العباد السيد حياته ديفيات قال كان مرسم مسمار في حياته خرج ايه حكاية فرها والله المسمار في حياته عرفت مسمار في حياته مش مسمار في حياته انا عندي كان ما عنديش لازم ماهون اخر سؤال يدولي ليك حاتم انا نسلو نجيب اسال السؤال انت قبيل انا هو يخدك عليه قبيل ليش من انت ما عندك مشكله في اذنيك ما تسالش ما تسالش لا ما نذكرش شو نسالك باهي قل لي كيفاش تعدي اياماتك هذاك هو في رمضان نعرف اللي رمضان يعني لك برشا انت صحيح
احكي لك كيفاش تعدي ايامات ما بين معناها الطقوس والتقاليد. ها باش نقول لك شنو المشكله. نحن في دومين جماعه السينما الكل كي تخدم برشا في السناب بار اكزومبل. خدمت لي تشك دونك خذي لي شهرين هذاك قبل رمضان. لا لا اي رمضان رمضان لا ما هذاك اللي يحضرك رمضان. تخدم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم في ريتم قوي برشا. و اون بليس دو سا نخدم لي بوب زاد معناتها الاشهارات وكل شيء. دونك الوقت اللي ما نخدمش فيه في التشيك نمشي نخدم في لي بوب. وحتى كان ما عنديش لي التشيك كل عام معناتها البيريود نحن ميسره نتاعنا انت جاي تقول في الخدمه رمضان. هي الشهر ونص اللي قبل رمضان راهو تلمون نخدموا تلمون نخدموا كل شيء. والمشكله سيكو يدخل رمضان وكل شيء يتقص فرد مره معناتها تقول شعر نوم عرفت لانك تقول تقول وين كنت وين اي احكي لي نهارك كيفاش تعدي كيفاش تعدي نهارك في رمضان. دونك انا بالنسبه لي انا رمضان بريسك فاكونس بصفه علي معناتها ما عندي ما عنديش حاجه كبيره باش نعمل في رمضان بتيتر معناتها دونك وانا دونك يتيحك البريسيون فرد مره كل شيء كيما تعمل لو ميتراج تقعد شهرين تصور يتيحك البريسيون دبرم. دونك انا ديما رمضان جيني شويه ندبرم شويه ونسكر على روحي وننزوي فهمت كل شيء. علاش؟ على خاطر كنت في ريتم قوي برشا بعد تاع فرد مره اي توت فاسون هو رمضان الريتم نتاعو طايح فهمت والبلاد الكل كل شيء يقف وكل شيء واحد فهمت وكل. ويمكن الحاجه الوحيده اللي تخليني زاد كيف كيف معناتها معناتها ندخل في الريتم هذاك سي كيما قلت لك تقف الخدمه اي اون فان كونت تلقى روحك تطيح معناتها دونك اوتوماتيكمون تولي تتبع في الريتم بالرغم اللي انت ماكش داخل فيه ولا تتبعه بصفه عليه دونك طايح طايح في رمضان طايح اي البيلات ابلا ابلا فوالا. الو ايش رايك فيه؟ والله ما لي باخو به من نسدي الغرباء كيما كنا نهار السبت نهار الاحد عندنا لي زوديتور دو زوديتور كل واحد باش يطرح عليكم سؤال ولا يمكن باش يعمل ملاحظه ولا اي حاجه قبل ما نمشيو سي سيريو كلكو كيستيون سيريو. شكون معنا تو بالتليفون؟ الو الو عسلامه عسلامه معك معز من منزسيس. مرحبا معز اهلا وسهلا. انا نحب نتوجه تحيه ساعه سينزي بالقادم من الاول. مرحبا بك عسلامه اي عايشة. ما انا السؤال نتاعي اسونسيلمون ولا الملاحظه نتاعي السير قروي. السير قروي معناها حاتم ريلمون اي حاتم قروي اللي هو وزان جارنا في منزسيس. وبيك عايشك معنا لا موسيك موسيك مش تطلب يظل ايه جارنا في منزسيس لا بيت بدا فرحانه اللي يبدا ساكن بحذاهم فنان. احنا بالحق مالجري نسكنوا بحذا كلينيك كلينيك مشهور برشا في المدينه غير ما نقول اسمه. احنا نسكن في البلاسات وسي حاتم نسكن في فيلا. اما بالحق معناها متقلقين من 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 سي حاتم اكثر من سوات لومبيلونس راهو معناها يجبدها بثلاث سمايع فوكاليز معناها حاجه توقف المخ معناها يقلقنا على الاخر معناها سيد قال لك بطل الخدمه باش يقلقنا احنا مش باش معناها يترينا في الدار على السلام وعلى البوكاليس همني ولا احنا من منقيلوش راهو ما نرقدوش معناها صوته قلت لك اكثر من لومبيلونس صوته اكثر من لومبيلونس. مرحبا معز تو هكا تو نطحت ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله المره الجايه نتقابلوا تنحكيو تنحكيو. لا اون بليس حاجه اخرى اليوم مثلا ياسر حسة شلبيق في البيسين ياسر حسة شلبيق وبنتك الصغيره والولاد عارفين بيه وكل شيء عندك بيسين في الدار لا في دار الجماعه كسارة ودارك مكشوفه على البلاصات أيوة. على الاقل هاي على الاقل بنتك صغيره سرها نعرف عمرها 6 سنين وكل شيء ما اسروا رواحكم كمان معناها اها يا برا واضح خويا تعرفوا هذا لا ولا نعرفوا لا ايه دارك مكشوفه على البلاصات راهو خويا خويا حاتم معناها واضح واضح خويا مرحبا واضح تو المره الجايه تغطيوها ميرسي 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 معز بون هاو كادو ديما هكا تليفوني لا واضح ديزولي لا لا با بروبليم حاتم انا جوست باش نقول مدام مدام بليغا من تكرونا تسلم عليك تو بعثت ميساج قالت لي سلام قالت لك هذا في تكرونا يسمع فيك يسمع فيا زاد بون دونك بربي هاكا قالوا لك نقص تكرونا نقص احلى فيلاج في تونس في علمك تكرونا من احلى لي فيلاج في تونس عندك دو فيلاج نحبهم برشا في تونس في الجمهوريه تكرونا وجرادو امازيغ مانيفيك والله سي بيان دو رابلي معناتها اللي عندنا راه بقى ونحيي زاده بلاصه اخرى اللي هي معناتها اللي عندها اللي صورت فيها باستار زاده كيف كيف فهمت على خاطر العباد اللي غادي يعاونونا برشا ونحب نحييهم بالكدا اولاد جوكار الكل تحيه لهم فوالا توجو انا تليفون ليك نجيب الو الو عسلامه وي عسلامه شربتكم نفس الكل يعيشك صباح لاباس
لاباس. شكون معنا؟ معكم اسامه محمد الف. مرحبا اسامه. عسلامه سي اسامه. اهلا وسهلا. مرحبا. عسلامه. انا بون ما عنديش سؤال لنجيب، ديجا نحب نشكره على العوده نتاعو بقوه في رمضان هذايا. يعيش. عرفناك في شفناك معناها في الاخراج كحلوشه وبستارد، وكانت حاجة حلوة برشا. اللي في الدور متاعك كنت معناها ماجيستخال مونيمونتال. مرحبا. حاجة قوية على الأخرى. أمبريال زد. مرحبا. تاني خرج. دونك ملاحظة صغيرة باش نعملها سي حاتم القروي على أساس الغناء متاعه. دونك في الغنيات الحقيقة غنيات كل فاشلين معناها، ثم غنية واحدة كانت ناجحة هي مع بن ديرمان. ملاحظة هذه. ملاحظة خفيفة وماشي، ومع مرور الكرام باش نتعدى عليه. دونك الغنية هذيك الوحيدة اللي عجبتني ناجحة بون، عجبتني في كلمة بركة اللي هي قلت برا اسأل بوغارنين، بحكم بوغارنين الجبل نتاعنا في حمدلف. بون كان باش تعاود حاجة جديدة باش تخدم نفس الخدمة هذيك، نصيحة صغيرة قول لهم أفريكا كاسات 33 شارع لندرا تونس وتبدا من رجلة على الآخر. شبيك انت دي. لا والله لاباس. عامل دوينه. لا الحمد لله. الحمد لله يا ربي. اول مره نشوف النساك يا تكي. عامل دوينه. مرحبا. اما هاو اون ميم تون من تكرونا يقولوا لك ميرسي بوكو دي مي نوت فيلاج. هاي هاو كما نتريتحوا بون. هاو كما بين نجيب ناس كي تون سونس وحاتم دخلوا فيا. الله غالب. لا لا خلينا نفسروا له. ما هي حلقه الاخر. خلي نفسروا اليوم. لا لا اللعبه ملعوبه. التليفون الاول ده اللي دمق. يس بلا. والتليفون الثاني السيد اللي قلت لك تاع الوهاب. والله العظيم. جد خذ الفضل كوي صحيح. اسمع كيما قال. وش بيه وش بيه مش كعبه بكعبه. الله غالب. خسرنا بالوقت. خسرنا. هكا هاو. هكا كيما قال وسيم اليوم الحلقه الاخرى نتاع راس راس كل التليفونات الكل هم كانوا مفبركين من قبل وكلهم خاطر كانوا يخرجوا نو زانفيتي بربي بالحق التليفونات بربي هذيا معناتها ايزيتي ان تي بو ايتوني. ما تقولوا لهمش في الاخر انتم. قلنا لهمش على الانفيتي جا لي احسن بن عثمان كان ما سكتناش نحن قال كارثه في الانفيتي. نحمد ربي سي نور الدين بوطار ما سمحهاش ولا رانا كل توا نبحثوا شكون قلت لي دالي دمق وشكون دالي دمق والثاني السيد تاع الويب هذاك. باش يرجع لنا باش يرجع تمسيل. خويا عملوا لنا ماتش نول على الاقل انا ونجي باش نزوج الكليفيه. انت تشاور لوكازيون باش تعمل سلام دونك اعطينيك الفرصه هذيك علاش. اوكي. انتم اسهل لا ينجم يجيو لحاتم ولنجيب انتم كفنانين ومواطنين فينالمون شنو ناقصين نجيب شنو ناقصين السياسيين نتاعنا اليوم؟ نحس السياسيين في تونس ديكونيكتي كومبليتمون على المشاغل نتاع الشعب. نحس انه يمكن فما ديسكور نوع حاجه وتطلعات الشعب حاجه اخرى. هذوما لازم يقابلوا بعض. هوني وين فما مشكله كبيره في تونس فهمت. واللي تحس اللي معناتها من قبل الثوره راهو كل شيء معناتها مش فرد كونتكست وكل شيء. اما ديما نحس في تونس اون جينيرال تقولش عليه التاريخ سبقنا ديما واحنا نخالطين عليه فهمت. دونك هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه المشكله الثانيه سكو ما نعرفوش نحكيوا للشعب، ما نعرفوش نحكيوا مع الشعب للشعب ومع الشعب فهمت. ديما خالطين نحس انه ديما فما حاجه سبقتنا والسياسيين نتاعنا ديما خالطين ديما يجرى وراها فهمت. كل شيء دونك نقص تجربة هذا شنو معناتها كيفاش تعرفوا احكيوا معانا بالاطياف نتاعنا الكل اعرفوا احكيوا معانا فسرونا حبوا نفهموا فهمت. وقت اللي خاطر نظن ان السياسي وقت اللي يقوم معناتها من غير ما نحكيو بالمنطق نتاع انه تعسف وبالمنطق نتاع انه نحدوا من الحريات وبالمنطق هذا احنا كل ضد وكل شيء، ولكن ماذا بينا وقت اللي يجي سياسي يقف في التلفزه ويتكلم ويحكي مع العباد معناتها تكون اول حاجه نطمئنوا الناس اي سورتو نقولوا لهم وين ماشيين والمستقبل نتاعنا وين ماشيين به احنا فهمت. ما تخليوناش ياسر في المهموته خليونا مخلينا في المهموته فهمت. دونك عبرونا واعرفوا كيفاش تحكيوا معنا ولا هذا هو. حاتم نفس سؤال ليك. انا نرى السياسيين التوانسه كان فما صيد مش حبيب صيد كان فما صيد تقتل نهار 6 فيفري 2013 اللي هو شكري بالعيد الله يرحمه. سيتي لوم كي سافي بارلي او بوبل. السيد الرجل السياسه الوحيد اللي كان يعرف يحكي معانا وكانت الناس الكل كل انترفونسيون يعملها في التلفزه ولا في الراديو الناس كل تحسها كونسونتري والناس كل تسمع فيه.
فما يليتي سور لي ميم سور لا ميم لونغور دونت او توينس وباللي باللي معاه وباللي ضده راه هذيك القوي حتى اللي قتلوه معناه تلمون مسهم اللي قتلوه دونك شكري بالعيد وش خسلو كان قوى نوتر شكري بالعيد مي با فورسيمون شكري بالعيد صدامي هو سي فري كان صدامي خاطر كان العوج اللي راه فيه سيتي ما نجمش نسكتوا عليه مالوريزمون تو العوج بوتيتر اكثر من 2013 تو اللي قاعدين نعيشوا فيه مي ما فماش واحد كيما شكري بالعيد لتو تونس مازلت ما ورتناش واحد كيما شكري بالعيد وش خسلو كان نلقى واحد كيما شكري بالعيد خاطر لا كلاس بوليتيك الكل اللي راه فيها ما فيهاش واحد كيما شكري بالعيد اليوم انتم زوز فنانين اول وزاره معنيين انتم بها هي وزاره الثقافه شنو تطلبوا اليوم من وزاره الثقافه انا ماذا بيا معناها تتر كلامي باش يكون ثوري ولا مباغت شويه ماذا بيا تتنحى وزاره الثقافه ماذا بيا تتنحى وزاره الثقافه على خاطر وزاره الثقافه فيها 7000 موظف و 70% من البيدجي نتاع الوزاره ماشي للجرايات نتاع الموظفين. الناس مع المعرفات قالوا في المغرب مثلا جوست بور اتيتر دو كومباريزون المغرب فيها وزاره الثقافه نتاعها فيها 1500 موظف اللي هي بلاد 3 فوا اي دمي بلو بوبلي كو لا تونيزي معناها شعبهم فيها 40 مليون وحنا 11 12 مليون. البلدان الاخرى كيما امريكا مثلا ما فيهاش وزاره ثقافه والانتاج الثقافي من غير ما نحكي لكم عليه دونك في الموسيقى وفي السينما اتسيتيرا دونك ماذا بينا انا كان تتنحى وزاره الثقافه والبيدجي المخصص نتاعها ينقص للشطر مش لازم يا خويا ريت فما هي 30% بوتيتر ماشي للبرودكسيون بوتيتر خاطر 70% ماشي للموظفين 30% ما نعرفش فين ماشي كان فما 50% من البيدجي نتاع وزاره الثقافه الحالي يمشي ديريكتومون للي برودكسيون خير من يبدا عندنا وزاره الثقافه و70% ماشي للجرايات و10% بوتيتر ماشي للمانتونس 15% ماشي للدرجون يوصلش بوتيتر 5% للبرودكسيون دونك ما حشناش فينالمون هاك تشوف حتى تو مثلا لي برودكسيون اوديو فيزويل نتاع رمضان فيهم 8 سيريات وسيت كومات وخمسه مسلسلات كلهم بخلاف نعورة الهواء اللي ديفوزي بار التلفزة الوطنية اللي هي بيبليك الاثناش الاخرين كلهم بريفي دونك فاش قام نجيب انا مش موافقك برشا الحقيقة ما كذبش خاطر نظن ان وزارة الثقافة لازم تكون موجودة في البلاد مش بتتر لازم رفونت معناتها لازم نعاود نشوفوا كيفاش الوزارة هذية معناتها نخرجوا من ما كل بوتقه نتاع قبل اللي هي على خاطر احنا المشكل في تونس توا اللي توا نلاحظ فيه مش حتى في وزاره الثقافه برك اللي ما فهمتش علاش مازلنا ماشيين بقوانين بن علي وبالسيستم نتاع بن علي تحب ولا ما تحبش راهو في وزاره بن علي وكل شيء معناتها البقايا نتاع بن علي مازلت تبع فينا لتوا هو في الذهن راهو اكثر منه واحد فهمت نستنى وقتاش تصير اون فري ريفوليسيون وين باش تصير توا لازم تصير توا صارت ريفوليسيون هذيك حاجه اما ريفوليسيون الاخرى في المخاخ باش تصير اما قبل بن علي الحكايه فهمت معناتها المشكله انه قاعدين نمشيو بالسيستم هو بيدو وزاره الثقافه انا نظن انه لازمها تتعاود من اول جديد مش نحيوها لازم اون ريفونت اون ريفونت ولازم لازم 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 نطيحوا في العمر نتاع العباد اللي تخدم فيها نطيحوا ل 30 نطيحوا ل 25 نطيحوا حتى ما يصيرش ل 40 وكل اما معناتها افيك اون اوت فيزيون ولازم معناتها لازم نظره راور نظره انا ما نحبش الكلمه استشرافيه لا صحيحه لازم نشوفوا البعيد ولازم تكون على خاطر راهو بلاش ثقافه في هالبلاد وبلاش واحد وكل شيء هذه الثقافه والتربيه وتكون تخدم مع بعضها بلاش ثقافه رانا ما نبش نوصلوا لحتى شيء واذا كان وقت اللي انا نقول لك وقتاش نحن نبداو نحكيو على بناء نتاع تونس غدوه وقت اللي تتنحى العقليه نتاع اللي احنا تو نقزموا العبد المثقف تو تمشي فما في الشارع في الشارع يقول مثقف سبه راهو مش مثقف فنان زاد سبه مثقف وفنان سبه فهمت وكل شيء معناتها بكل اللي وراها الكلمه هذيك فهمت شنو نقصد فنان فنيان يقول لا فما ستاتيستيك اخرى قالتها وزير الثقافه ديرنيمون قالت ثلثي دور الثقافه مسكرين ما يخدموش سي غراف معناها ما يلزمش
سي غراف. كل واحد معناتها كيما انت حاتم كيما انت نجيب فما طلب هذا يظهر لي نتاع نجيب هذا هو مهم ياسر ياسر هو يعني تشبيب لو راجونيسمون دو وزاره الثقافه مثل اللي نتاع الوزارات الكل لكن نحبوا نبدلوا العقليات وقت اللي احنا نشوفوا ونتبعوا الوزاره نتاعنا ماذا بينا نعرف شكون عنده تويتر وشكون عنده مي فعلا يخدم بيه والفيسبوك اللي هما اليوم في العالم الكل قاعدين يستعملوا فيه ولكن سورتو في وزاره الثقافه باش ما يصيرش قطيعه اون جونيس معناتها شعب كامل شطروا شباب والناس ماهيش تسمع فيه الشباب تاعش باش يجيب لك باش يجيب لك القطيعه مع ثقافه الوصايه على ذوق الشعب ولا كيما قاعدين عايشين هذا هو معناتها وقت اللي تنحى هذيك احنا وقت نبداو نحكيو على ثقافه على خاطر وقتها المتفرج ولا المتلقي هو اللي باش يولي يمشي سبيكتاكل ما عجبوش ما يمشيلوش سبيكتاكل عجبو يمشي يتغربل انت ولا. تحكي على سبيكتاكل بشنوفة ونختم يعطيكم بيجي حاتم ونجيب باش تعملوا ان فيستيفال حاتم قروي تاع فيستيفال تاع شنو انا كان يعطيوني بيجي نعمل فيستيفال في اذنا اللي هي 22 كيلومتر على تونس العاصمه اون في تياتر مسايب مطيش ما وليه لاهي به حد دخلت صورت فيه كليب هاو نعلم وزاره الثقافه دخلت صورت فيه كليب ما فما حد باش يمنعني باش نصور دخلت من با عساس فما العساس يذول يفيق بينا في الاخر بعد ما كملنا صورنا تقريبا مده ساعه ونص نهار احد لها ثلاثه شهور الحكايه صورنا كليب وخرجنا ما كلمنا حد قالوا لك هذه صارت الحكايه تقريبا في نفس بعد عمليه باردو لا بعد عمليه باردو صحيح وزيد بعدك وقت الجماعه داعش دخلوا على مدينه في شمال العراق مدينه اثريه في مدينه فتقوها مع بعضها فوالا دونك نعمل فيستيفال في اذنا 22 كيلومتر من تونس نعمل فيه ان غران فيستيفال دو ميوزيك فوالا ما نعرفش ني كيل تيب دو ميوزيك مي ان غران فيستيفال دو ميوزيك في اذنا نجيب مهرجان الفيلم المستقل نعملو البلاصه تحب تابل دو جوغورتا واو مهرجان في المستقل انا بلايس نحن راهو في تونس كنت نحكي مع واحد سامحني كلمتين فيسا نحكي مع واحد عنده فيستيفال في ميرتا ان شاء الله باش يتعدى في حمامات بروشينمون ويحكي لي على المشاكل اللي تصير لهم افيك لي زوتوريتي باش ينجموا يعملوا دي فيستيفال حاجه ما تنجمش تصورها في مخك راهو كل مهرجان في تونس راهو سي ان كومبا فهمت وهوني وين زاد وزاره الثقافه اللي تنجم تعاون انه خليوا لعبه تخدم فهمت هذه اهم حاجه زاد دونك فيستيفال فيلم انديبوندون معناتها سينما مستقله تابل دو جوغورتا في الكيف حاجه حلوه وسيم وانت شنو الفستيفال اللي تعمله؟ انا نعمل الفستيفال ونجيب سونيا مبارك تغني لنا نغم وطني فين تعملوا؟ وين نجيب؟ المهم تغني لنا نغم وطني ميرسي بوكو ومع تحياتنا لسونيا مبارك